شادينا اهلا بيكم حلقه جديده من وزاره الهواء مباشره من خلال برنامج شباب على الهواء. بقدم التحيه لكل الشباب، برنامجنا دايما من الشباب وللشباب. النهارده الاربعاء 21 سبتمبر 2022، ان شاء الله حلقتنا تحوز على اعجاب حضراتكم في كل مكان. النهارده الحقيقه معانا مجموعه من طلبه كليه سياحه وفنادق عاملين مبادره جميله جدا الحقيقه، هي بعنوان احفاد الحضاره المصريه. الهدف من المبادره دي هي نشر الوعي السياحي ونشر الوعي الثقافي والاثري عند الشباب. الحقيقة الشباب دول عندهم أهداف كتيرة جدا عايزين يحققوها، وعندهم رسائل كمان عايزين يوصلوها لغيرهم من الشباب. النهاردة هينورنا في الاستوديو الحقيقة منورانا سامية جمال وهو عضو في المبادرة، ومنورنا كمان يوسف محمد وهو عضو في المبادرة، وهينورنا محمد حامد وهو نائب مقرر في فريق المبادرة. المبادرة زي ما قلت لحضراتكم هي بعنوان أحفاد الحضارة المصرية اللي بتلقي الضوء على الحضارة المصرية العظيمة. احنا طبعا عندنا أنواع كتيرة جدا من الآثار الحقيقة، أنواع كتير من السياحة هي سياحة ثقافية وسياحة دينية وثقافة وسياحة علاجية ودينية ورياضية. ومصر الحقيقة فيها العديد من الآثار اللي اكتشفناها واللي لسه بنكتشفها لحد النهاردة، اللي يعني الحقيقة كلها إبهار للمصريين وغير المصريين. لسه لحد النهاردة بنكتشف آثار جميلة جدا، عشان كده شبابنا النهاردة منورنا في الاستوديو عشان يكلمونا على مبادرة أحفاد الحضارة المصرية. تعالوا حالا نطلع لتقرير وهو إبداعات شبابية، وبعديها نرجع عشان نلتقي بضيوفنا في اللي هينورونا في الاستوديو. دي موهبة الخطابة والقرآن الكريم والأناشيد والقصائد الدينية. وقال الإمام الجزري الإمام المحقق المدقق في هذا الفن العظيم: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظ ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس هم أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أوراثهم من اصطفى. أي موهبة عندي المفروض أن أنا مش هتيجي مرة واحدة إلا لما أتدرب عليها واحدة واحدة وأبقى بريفكت فيها. أنميها بأن أنا مثلا باخد كورسات مع الفاشنال شغل او حاجه زي كده، بحيث ان الحاجه ديت المعلومه اللي في دماغي بخليها في دماغي، والمعلومه الجديده بستحقها اكتر وباخدها. اهم حاجه في اي موهبه واي حد عنده شيء معين مميز فيه، اهم حاجه الاستمراريه. الاستمراريه مره في اتنين في ثلاثه، ممكن مره تيجي مره ما تجيش، مره ثالثه كده تيجي. ودايما يعني حتى بنقول دايما يعني اسعى وربنا بيساعدك. مشاهدينا رجعنا حضراتكم على الهواء مباشره ومنورونا في الاستوديو ساميه جمال وهي خريجه اثار. اهلا بيكي يا ساميه. اهلا بحضرتك. ونورنا كمان يوسف محمد وهو طالب سياحه. اهلا وسهلا بيكي يا فندم. ونورنا محمد حامد وهو طالب في كليه سياحه. اهلا بيكي. الحقيقه انتوا اشتركتوا في مبادره جميله جدا وعنوانها رائع، وهي مبادره احفاد الحضاره المصريه. انا عايزه اعرف منك في البدايه ساميه، يعني منين جت الفكره ان احنا نعمل مبادره زي دي، خصوصا كل واحد متخصص في تخصص مختلف؟ يمكن انت الوحيده المتخصصه عنهم تخصص مختلف، انت خريجه اصلا اثار يوناني وروماني لكن هم سياحه وفنادق. يعني يمكن طبعا الفكره واحده ان احنا نجتمع على مبادره واحده، بس منين جت الفكره والهدف منها بقى؟ اول حاجه الهدف من الفريق اللي هو فريق احفاد الحضاره المصريه لنشر الوعي الاثري كمان لكافه فئات المجتمع، لتعرفهم على التاريخ والحضارة المصرية القديم والحاضر، أيضا كمان لتصحيح المفاهيم الخاطئة وما يدور حولها من إشاعات، للترويج للمناطق السياحية والأثرية. وده بيتم من خلال الندوات والزيارات وأيضا المؤتمرات والسوشيال ميديا، لإعداد جيل بيكون قادر على معرفة التاريخ وهوية مصر الحضرية. انت قلتي حاجة مهمة جدا، في مفاهيم خاطئة، فيمكن نستوقف شويه ايه هي المفاهيم الخاطئه اللي ممكن بعض الشباب ما يبقوش عندهم فكره كافيه عن الاثار المصريه مثلا عندك. يعني في حاجات كتير ما يبقاش عندنا فكره عنها، يمكن انتوا جايين بالمبادره دي توضحوا اكتر الحاجات او تصلحوا المفاهيم الخاطئه. زي ايه مثلا؟ زي لعنه الفراعنه. ايوه، دي بتبقى كتير يعني مش دي بتبقى فكره خاطئه، ودي احنا جايين نفهمها او بنفهمها مش بس المتخصصين الاثار، للمصريين كافه. هايلة. نروح بقى ليوسف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني يمكن برضو هنتكلم عن نفس المبادره. الفكره ان احنا نعمل مبادره جميله كده وتعرف شبابنا وتعرف ان مش بس الشباب، كل اللي عايز يعرف عن المبادره دي. هل ليكوا صفحه على الفيسبوك مثلا؟ طبعا يا فندم، عندنا صفحه على الفيسبوك، هي صفحه اسمها احفاد الحضاره المصريه.
احنا بدأنا في الاول كانش ليها اي قبول في البداية، ولكن طبعا مع الاشتراكات ومع بعد بتعمل فروع في المحافظات بدأت الصفحة يبقى ليها قبول عالي، وبالتالي احنا كمان مش بس صفحة للترويج، احنا كمان يعني قصدي بالصفحة انها بينتشر منها البوست او المنشورات بتاعت الفريق او الاعلانات او ما شابه ذلك، لكن هي في البداية وفي النهاية هي خاصة بالترويج السياحي. يعني مثلا لما بننزل مكان او نعمل زيارة اغلب الناس ما بتقدرش انها تنزل معانا المكان ده، فالناس ما بيقدروش ينزلوا، احنا بنعمل لهم حاجه مهمه جدا هي ان احنا بنصور لايف فيديوهات، فبالتالي اللي ما بيقدرش مثلا يجي لظروف خاصه او ظروف عمل بيكون ان هو بيبقى معانا في المبادره، بيبقى معانا كانه معانا بالظبط في المكان ده. هايل. يعني يمكن انت قلت حاجه مهمه جدا، انتوا بتصوروا لايف طبعا. طيب اللي بيشترك معاكم في الصفحه بقى مجموعه من الشباب ولا في اعمار مختلفه؟ احنا تمام مستهدفنا في الاول الشباب، وزي ما اتفضلت استاذه ساميه ان احنا بنعمل تصحيح للفهم الخاطئه، مش بنستهدف بس الشباب، انما بالعكس الكبار ايضا وكل الناس اللي عاشقه للحضاره المصريه، كل الناس اللي هي عايزه تفهم وعايزه تكون عندها حاجات صحيحة عن الحضارة المصرية بتشترك في الصفحة. عندنا أعمار مختلفة كتير وليس الشباب فقط. هايل. يمكن أروح بقى لمحمد، وأنت برضو مشترك في نفس المبادرة وهي يعني جميلة جدا، مبادرة أحفاد الحضارة المصرية. عايز أعرف بقى الأماكن اللي أنتوا حبيتوا أن أنتوا تروحوا فيها فعلا، وخصوصا أن يعني زميلك يوسف قال في أماكن كتير الناس ما بتعرفش تروحها، فانتوا بتحاولوا ان انتوا تصوروها لايف بحيث ان الناس تشوفها قدامها اكنها حاضره في المكان. الاماكن بقى اللي انتوا رحتوها كانت ايه؟ هي اولا الفكره بدات بحاجه بسيطه جدا، ابدا بالفكره ان هي بدات بحاجه بسيطه، هي فكره الاستاذ محمد حماده مؤسس ومقرر فريق احفاد الحضاره المصريه، وهو طالب بكليه السياحه وفنادق جامعه المنصوره فرقه الثالثه قسم الارشاد السياحي. الفكره جات له حاجه يعني بسيطه جدا، هو كان قاعد مع اصدقاء له في مدينه الغردقه، وكان في من ضمنهم اصدقاء روس، كان بيتكلموا على زياره ان هم يعملوا زياره لمدينه الاقصر والاثار بتاعتها، فهم سمعهم بس كده يعني هم بيتكلموا عن لعنه الفراعنه، فهو من دوره كطالب في كليه السياحه وفنادق ان هو يصحح المقوله دي، مفيش حاجه اسمها لعنه فراعنه. بعد ما خلص يعني بعد ما فهمهم وعرفهم ان الحاجه دي خطا، قرر انه يعمل حاجه زي مثلا حاجه وسيله كده سهله تخليهم يعرفوا ان الحاجه دي غلط وصح لهم المفهوم ده. في صور بقى معانا على الشاشه، ممكن تورينا كده انتوا كنتوا فين هنا؟ دي ايه بقى؟ ده فين؟ دي صور ليكوا ولا حد تاني ولا ايه؟ دي تبع الفريق. تبع الفريق بس مش كل الفريق معانا النهارده. لا مش كل الفريق طبعا. انتوا كام حد بقى؟ احنا عددنا بيزيد عن 300 فرد. تمام. منهم طلاب وطالبات وكمان مرشدين سياحيين وكمان باحثين اثريين ودكاتره كمان من كل الاعمار برضو وشباب. لما بتيجوا رايحين زياره لمكان كلكم بتروحوا ولا في مجموعه منكم بس؟ لا احنا بنطلع مجاميع، يعني كل فتره بيطلع مجموعه. تمام. بتطلع في مكان معين بيتم فيه برضو بس مباشر، بحيث ان الكل يبقى معانا في الصوره، بحيث ان الفريق كله يبقى معانا برضو، وبتنشر على البيج اكيد يعني. فاكيد بقى الكل بقى بيعرف المكان وبيسمع الشرح مفصل للمكان ده. انتوا اتكلمتوا على حاجه مهمه جدا، بتقولوا الاشاعات اللي بتحصل دايما، وكل فتره بنلاقي اشاعه، زي مثلا اشاعه كانت قريبه جدا وهي ابو الهول مثلا لما قالوا ان هو غمض عينه. انتوا عملتوا ايه في الاشاعه دي انتوا كشباب بقى؟ انا عن نفسي على صفحه الفيسبوك الخاص بي، صفحه الخاصه بيا، يعني كطالب اثري يعني كان واجبي ان انا اكون بتصحيح هذه المفهوم، عملت زياره منطقه اهرامات الجيزه بعد الاشاعه دي. نزلت بنفسك تشوف الحدث؟ نزلت بنفسي اشوف الحدث، رحت حوالي الصبح بدري جدا، وقمت بتصوير التصوير فيديو امام تمثال ابو الهول. يعني بعد ما حضرتك تدخلي من عند معبد الوادي بيبقى في مطلع عند تمثال ابو الهول بالظبط، فانا وقفت قدام التمثال وعملت فيديو اشرح فيه ان هو ده خطا وان ما فيش حاجه حصلت من الكلام ده. وطبعا الفيديو اتحط على الصفحه بتاعت الفريق وصفحه الشخصيه وعلى الانستجرام وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث الناس كلها تقدر تشوفه، او حتى الناس اللي عندي مش شرط يكون الكل، حتى ان انتشر الناس تشوف ان هو ما فيش حاجه اسمها كان، ودي كانت مجرد اشاعات وليست صحيحه.
لكن هي كانت إشاعة، لكن الحقيقة عملت رواج كبير جدا، بدليل أنه في مجموعة من الأجانب كتير جدا، الحقيقة هي جت يعني لصالحنا أن مجموعة من الأجانب طلعوا عشان يشوفوا فعلا، يروحوا فعلا يشوفوا زي ما يوسف بيقول كده، يشوفوا الحدث، وراحوا فعلا الأهرامات عشان يشوفوا أبو الهول غمض عين ولا لا. حد يعرف بقى مصدر الإشاعة دي ولا؟ كان حد يا فندم كان بيصور فيديو لأبو الهول بس من زاوية بعيدة، وكانت كاميرا مش جيدة يعني، فبالتالي لما صور هو ظهرت بالصورة ده، الفيديو ظهر بالشكل اللي احنا شفناه لأنه الكاميرا ما كانتش مظبطة، كانت من زاوية بعيدة، فتلقائي ما بين كان في رملة أو عاصفة رملية، فبالتالي ظهرت بالشكل ده. عشان كده بقى الناس افتكرت ان ابو الهول فعلا غمض، ودي كانت من الاشاعات الطريفه جدا الحقيقه. طيب اي مبادره الحقيقه بيكون فيها مجموعه من الاهداف احنا عايزين دايما نحققها، وبيكون كمان مجموعه من الصعوبات اللي بتواجهنا، يعني خصوصا ان انتوا مش قليلين زي ما انتوا قلتوا لي، انتوا كتير جدا. عايز اعرف الصعوبات اللي قابلتكم كانت ايه يا ساميه؟ احنا طبعا من يعني قمنا بزيارات عديده من خلال عامين من انشاء الفريق، قمنا ايضا بزياره لكليات السياحه والاثار والفنادق، قمنا كمان بزياره لاثار سقاره لاكثر من عده مرات، وكنا بصحبه مرشدين سياحيين ووفود سياحيه من بلاد اوروبا وبلاد العرب. ايضا كمان قمنا بزياره للمتحف. برافو عليكي ان انت محتفظه باللغه العربيه وبتحبي تتكلمي بيها دي حاجه جميله جدا، والشباب الحقيقه معظمهم ما بيبقوش حريصين عليها، لكن انت حريصه عليها وانا احييكي على يعني حبيبتي. على الحرص ده. شكرا. قمنا ايضا كمان بزياره للمتحف القومي للحضاره بالفسطاط لاكثر من عده مرات، كمان كان معانا وفود سياحيه، وكمان كان معانا وفود من عامة الشعب أطفال وكبار لنشر الوعي الأثري. كمان زرنا منطقة الأهرامات بالجيزة، وقمنا بدخول هرم خوفو. كمان حضرنا موكب المومياوات الملكية اللي كان 3 إبريل 2021. أيضا قمنا بزيارة الآثار الإسكندرية وأهم المقابر بها، المقابر الرومانية وأهم القلاع. كمان زرنا الدلتا ومناطقها الأثرية، وأيضا زرنا متاحف جديدة كتير زي متحف الغردقة. هايل. يوسف، يمكن الزيارات دي كلها اللي سامي قالت عليها بتبقوا حريصين ان انتوا تعملوها كلها لايف، تطلعوها كلها لايف، بحيث اللي عايز يدخل على الصفحة بسرعة يشوف المكان اللي انتوا فيه فعلا بيبقى في نفس التوقيت بنفس المكان بنفس كل حاجة، انتوا بتحاولوا تنقلوهم دايما؟ طبعا يا فندم. عايز اقول لحضرتك انه مش بس علشان الناس تكون موجوده معانا، احنا كمان الهدف من اللايف ومن التصوير ان هو يبقى ترويج سياحي. اكيد. يعني دلوقتي لما اعمل صفحه وانزل المكان اللي احنا رحناه، ممكن ناس كتير تدخل الصفحه حتى لو لسه منضمين جديد للفريق، فبالتالي بيشوفوا الفيديوهات واللايف ده بيبقى يعتبر ترويج والناس كلها بتشوف، فبالتالي بيبقى عليه اقبال كبير ان احنا بنصور، وحتى مش شرط تكون كمان زياره، احنا ساعات ما بننزل الاماكن الاثريه او مثلا حد راح مثلا المتحف المصري بيبقى حريص ان هو يصور من هناك، فبالتالي الفيديوهات دي بتنزل على الصفحه بتعمل ترويج وبتعمل قبول جامد عند الناس، بحيث ان كل واحد يقدر يشوف المكان من منزله حتى ما قدرش ينزل. من اكتر الاماكن اللي رحتوها وفعلا لقيتوا يعني ترحيب بيها كبير جدا، ومش بس كده كمان الناس قالت لكم بعد كده احنا عايزين ننزل معاكم ونشوف الاماكن دي على الطبيعه بقى، كان اماكن ايه؟ اولا طبعا اهرامات الجيزه. اكيد الناس كتير ممكن تكون مش بتنزلها، بتكسر خصوصا ان احنا طبعا حاليا في فصل الصيف، وهي طبعا خروجها شتويه عشان بتبقى الدنيا حر وكده، فبالتالي الناس كده ما بتقدرش تنزلها. صحيح. المتحف القومي للحضاره المصريه، بما انه متحف جديد ولسه بتفتح من سنه تقريبا، فبالتالي الناس كلها بتبقى عايزه تزور متحف الحضاره وتتفرج عليه. فبالتالي لما نزلنا فيديوهات متحف الحضاره، وطبعا عشان ممنوع تصوير في قاعه المومياوات، فاحنا بنصور من بره الشكل بتاع القاعة المركزية، قاعة النسيج، المتحف من الخارج، فالناس شافته لأول مرة، في ناس لسه ما راحتش المتحف. صحيح. ففي فعلا الناس كتبت لنا على صفحة إننا عايزين زيارة لمتحف الحضارة المصرية، لأنه جديد والناس لسه ما شافتوش. وفعلا لما بتدينا تعليقات أو كومنتس على الفيسبوك على الصفحة بننزل فعلا الأماكن دي مع الناس اللي طلبت إنها تنزل. هايل. محمد، عايز اعرف في فعلا اماكن زي ما يوسف بيقول الناس بتبقى طالباها، انتوا بتعرفوا بتعملوا استطلاع راي كده، او بنشوف ناخد فوتس او ناخد اصوات
عايزين تروحوا فين، عايزين تشوفوا اماكن عامله ازاي، عايزين تزوروا ايه كده، ولا ممكن انتوا كفريق تتفقوا مع بعض فقط؟ هو عامه احنا بنبص الاول على الفيوز اللي معانا، نشوف برضو اكتر اماكن مستحب ان احنا نعمل فيه فيديو او مثلا بس مباشر وزياره كامله. فبندور على المكان معين مثلا زي الاهرامات، المكان ده مثلا هي من احلى عجائب الدنيا السبع، فاكيد ولسه بيبقى في طلبات كتيره أكيد جدا طبعا أكيد في الأهرامات. الناس حابه تروحها اكيد من الاجانب ولا المصريين، من كافه المجتمعات والاجانب العرب او الاجانب والاعمار، في اعمار اطفال وشباب وكمان كبار سن عادي بتبقى حابين ان هم يروحوا الاهرامات، وكمان في ناس بتحب تدخل الاهرامات بس مع كبار السن تبقى صعبه شويه. فاكتر الناس اللي بتحب تخش الهرم مثلا زي هرم خوفو الشباب طبعا والاطفال، يعني تبقى حاجه جديده عليهم وحاجه بتبقى جميله وعظمه يعني. اكيد اكيد. وبالاضافه الى كلام استاذ محمد حامد من فضلك، كمان منطقه سقاره، اثار سقاره، ان سقاره تعتبر في مكان بعيد في الجيزه، فناس كتير قوي مش بتروح سقاره، وناس كتير مثلا تفتكر سقاره هي فقط الهرم المدرج للملك زوسر، اول هرم في التاريخ، صح، قبل حاجة في التاريخ، لكن طبعا في كتير مثلا ما تعرفش ان في سقارة في مقابر عديدة مش بس لزوسنامة من الأسرة، الأسرة الثالثة نفسها، زي مقبرة مثلا مليلوكا، هرم تيتي، يعني ما في متحف محط، يعني متحف محط بني هرم زوسر في سقارة. الناس كتير قوي ما راحتش الأماكن دي، فاحنا أماكن اللي مش عليها رواج او الناس كبرش الاماكن اللي مش عليها رواج انتوا بتحاولوا تبدوزوها اكتر من خلال بنحاول نعملها ترويج اكتر. هايل. المشاهدين تعالوا نطلع لفاصل سريع وبعدين نرجع مع بعض عشان نكمل كلامنا مع ضيوفنا المنورين في الاستوديو. رجعنا مره ثانيه هوا بشاطه، وفعلا بلدنا الحلوه بالناس الحلوه اللي منورينا النهارده في الاستوديو، الناس فعلا الجميله اللي بتحب دايما بلدها وتحب دايما تطلع بلدها في احلى صوره ليها، وانتوا الحقيقه منورينا في الاستوديو ومنورين بلدكم، واحنا متشرفين بيكم جدا ان انتوا قادرين توصلوا صوره جميله عن مصر. ساميه، يمكن عايزه اسالك الحقيقه، جهود وزاره السياحه بقى كانت ايه معاكم بحيث ان هي تقدر تسهل شويه ان انتوا تقدروا تصوروا، لان الحاجات دي على فكره مش سهله خالص تتصور، خصوصا الاماكن اللي بيكون عليها اقبال شديد ما بتبقاش سهله. هل بيسالوكوا الاول انتوا مين، الهدف من اللي انتوا بتعملوه ايه، بيتعرفوا عليكوا؟ طبعا يعني عايز اعرف منك اكتر سامي. طبعا لما بنيجي بندخلوا اي مكان اثري بيسالوا مين كان طالب او ايه الهدف من اللي احنا بنعمله ده. كمان جهود وزاره السياحه والاثار كتير جدا. احنا شفنا حضرتك طبعا احتفال او موكب المومياوات الملكيه اللي كان 3 ابريل 2021. كمان شفنا حضرتك طريق الكباش بعد الاعلان طبعا عن اكتشافه، وافتتح 25 نوفمبر 2021. والطريق ده طبعا في الاقصر، ده طريق بيربط بين معبد الاقصر ومجمع معابد الكرنك. كمان احنا الايام دي بنحتفل بمرور 200 سنه من اكتشاف اللغه المصريه القديمه او اكتشاف حجر رشيد وظهور علم المصريات. كمان تزامنا مع الاحتفالات دي احنا عندنا ندوه عن فك رموز الهيروغليفيه وتعليم الاطفال اللغه المصريه القديمه والخط الهيروغليفي، ودي هتكون في مكتبه المنصوره العامه اللي هي في مكتبه المحافظه محافظه الدقهليه، طبعا بالتعاون مع كليه السياحه والفنادق جامعه المنصوره. هنكون عندنا احتفال باللغه المصريه القديمه والخط الهيروغليفي وظهور علم المصريات. كمان بالمناسبه المجلس الأعلى للآثار أصدر قرار إن يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 سبتمبر هتكون كل الأماكن الأثرية والمتاحف لكافة المصريين والسياح المقيمين مفتوحة مجانا. مفتوحة مجانا لاحتفال بمرور 200 سنة على اللغة المصرية القديمة. كمان برضو بنشوف الترميم اللي هو في مسار العائلة المقدسة في مصر بين رفح وأسيوط، 25 مكان تم ترميمهم، دي كلها جهود لوزارة السياحة والآثار والترميم للمناطق الأثرية والسياحية.
دي متمثلة طبعا في وزير السياحة والآثار دكتور أحمد عيسى. كمان بنشوف دلوقتي أحياء ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخامون ومرور 100 سنة. يعني لسه الحاجات دي هتطلع للنور بقى، احنا هنشوفها على الميديا ولا انتوا بتحبوا تصوروها وتطلعوها على صفحتكم الخاصة على أكيد الفيسبوك؟ بنصورها وهتشوفيها وفيديو وكل حاجة ان شاء الله. كمان بمرور 100 سنة على الاكتشاف العظيم، كمان بيواكب مع الحدث ده افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هو الهرم الرابع اللي هيكون جنب الاهرامات في منطقه الجيزه. أكيد. وده طبعا بيضم كل كنوز مقبره توت عنخ امون واللي بتزيد عن 5000 قطعه اثريه ما شاء الله. ده فطن يوسف زي. انا عايزه اسالك يعني، وانتوا في المبادره بتاعتكم اكتر الاقبال على عندنا طبعا انواع كتيره جدا من السياحه ثقافيه ودينيه وعلاجيه ودينيه ورياضيه، يعني اكتر الاقبال بيكون ايه على الاثريه فقط؟ بيبقى في طبعا قبول اكبر بنسبه يمكن كبيره جدا على السياحه الثقافيه اللي هي السياحه الاثريه، زياره الاماكن الاثريه من سواء متاحف او مقابر او معابد المصريه القديمه. ولكن برضو في قبول في مصر عندنا انواع زي ما حضرتك تفضلت، عندنا انواع كتير من السياحه. القبول ممكن يكون على السياحه العلاجيه للناس اللي هي بتحب تيجي الاماكن العلاجيه زي سيوه. ايوه شارع مالي في سيوه وكده، ويمكن الناس كتير جدا بتيجي عليها دلوقتي. وصورتوا فيها سيوه ولا لسه في الخطه الجايه ان شاء الله؟ الخطه الجايه ان شاء الله ان شاء الله. وطبعا السياحه الدينيه، بما ان مصر فيها مصر هي مهد الاديان، فيها الديانه الاسلاميه وكمان مصر العائله المقدسه زي ما تفضلت بنطوره حاليا. فالسياحه انتوا بتصوروا دلوقتي، ده مشروعكم دلوقتي؟ ده مشروعنا حاليا. المرة الجاية بقى لما تيجوا لازم تجيبوا لنا الفيديو ده او احنا ممكن ندخل على الفيسبوك ونشوفه. احنا عشان قدامنا 3 دقايق سريعا كده، يعني عايزه اعرف طموحات وامال كل واحد فيكم سريعا. ناخد محمد. اهم حاجه طموحاتنا ان احنا اول حاجه الترويج السياحي طبعا. يعني السياحه معروفه جدا لكل الفئات العمريه والاجانب برضو والمصريين، لان في مصريين كتير ما تعرفش حاجه عن السياحه. صح. وفي اماكن كتير ما حدش يعرف عنها حاجه. وبرضه ان احنا فروع احفاد الحضاره تبقى في كل المحافظات. احنا طبعا بقينا في معظم المحافظات لنا فروع، مع العلم ان الفرع الرئيسي في المنصوره محافظه الدقهليه. وكمان في مخطط ان احنا نعمل كتاب مخصص لاحفاد الحضاره المصريه، هيتم فيه كل حاجه عن الاثار وعن السياحه عامه والارشاد السياحي بطريقه يعني مفصله. مش هيكون بس سوشيال ميديا، لا ده كمان هيكون لا كتاب. في كتاب طبعا. هي الخطه الجايه ان شاء الله هيبقى فيه كلام عن الاثار والسياحه والارشاد السياحي وتعليم الارشاد كمان بطريقه مبسطه جدا وسهله، بحيث الكل يعرف يتعامل مع الكتاب ده ان شاء الله. ان شاء الله. ساميه سريعا. ساميه ويوسف كمان بنامل ان احنا يكون لنا جمعيه او مؤسسه او اتحاد في المستقبل لنشر الوعي الاثري والترويج للسياحه، وكمان تصحيح المفاهيم الخاطئه عند المصريين كافه وليس عند متخصصين الاثار. يوسف بنسعى كمان، احنا بنسعى كمان حضرتك ان رساله المبادره توصل مش بس للمتخصصين، انما توصل كمان لكل فئات الشعب مختلف الفئات العمريه. بتصحيح المفاهيم الخاطئه عند كل الناس اللي بتعتقد اعتقادات كتير خاطئه عن الحضاره المصريه انها تتصحح، وان ينتشر وعي اثري بين الشباب وكل الناس، ويكون لينا ان شاء الله هدف ان الناس ترتبط بحضارتها وتفهمها صح. هايل. الحقيقه انا برحب بيكم جدا وبشكركم جدا، ومش هيكون اخر لقاء ان شاء الله. المره الجايه هنكون معانا الكتاب بقى اللي انتوا هتقولوا اللي انتوا قلتوا هتالفوه باذن الله، وهيكون معانا فيديوهات ليكم. ميرسي جدا جدا، نورتونا النهارده في برنامج شباب على الهوا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا معاكم بسرعه جدا النهارده من شباب على الهوا. ان شاء الله بكره اسره جديده وحلقه جديده. اشوفكم دايما على خير باذن الله.